السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم على خير البنات. البنات غنوريكم واحد الطريقه غنحمر بها الطحين ديال سلو دقيق الفورص. انا خديت دقيق الفورص كبيته في الكوكوت وغنبقى نحمره بهذه الطريقه. هذه درت عافيه مهيله، شعلت لي يعني مهيله هانتوما، وغنبدا نحمر، غنبدا نحرك هكذايا، كنحرك نحرك نحرك حتى كيبان داك اللون يعني ذهبي. صراحه اسهل حاجه هو انك تحمري الدقيق في الكوكوت. كنحرك بهذه المعلقه خشبيه هكا، وما حد الكوكوت كتسخن الدقيق دغيا كيتحمر. غير ردوا البال، بقاو تحركوا بحال هكذايا، يعني ما خصكمش تخليوه هكاك بلا بدون تحريك. حركو باش مش ما يتحرقش ليكم، و حتى سميتو ما كتحبش، واش كتبقاي تحركي ما كيتحببش. وصراحه اسهل طريقه للتحمير ديال الدقيق ديال سلو ديال السفوف. كاين اللي كيقول سلو، كاين اللي كيقول سفوف. ها هو البنات، ودابا اللون ديالو بدا كيتبدل، يعني ما باينش في الكاميرا مزيان. الكوكوت اللي درت يعني ماشي كبيره بزاف، يعني الكوكوت اللي كتهز السيطرو، درت فيها جوج كيلو ديال الدقيق. ونبدا نحرك هكذايا حتى كنكملو بالتحمره، وبدا كيتبدل اللون غير ما باينش في الكاميرا. اسهل حاجه هي تحمر الدقيق ديال سلو في الكوكوت، يعني ما كيستغرقش شي وقت كثير. المهم غير البوطه تكون مهيله، تقريبا 10 دقائق كتحمري فيه واحد الكميه، يعني بحال دابا هاد كيلو غنحمرو تقريبا في 10 دقائق. ها هو بدا اللون ديالو كيتبدل، غير ما باينش في الكاميرا مزيان. ها هو البنات، اللون بدا كيتغلق، ما باينش في الكاميرا للاسف. المهم حتى تحمر غادي نوريكم كيف كيجي. مساعدتنيش الاضاءه، انتوما كتحمر من التحت، ولكن خصني نبقى نحرك بالزربه باش ما يتحرقش ليا. المهم فاش نكملوا البنات غادي نوريكم كيف جا. انتما البنات فاش كيقرب يتحمر، يعني كتقربي تحيديه من الكوكوت، خصك تزربي عليه بالتحراك، يعني ما تمهليش عليه باش ما يتحرقش، حيت دغيا كيتحمر. هانتوما انا هو البنات كيف جاني الشكل ديالو، واخا ما باينش في الكاميرا مزيان، ما باينش اللون ديالو كيف جا. المهم راه جا كيف كتحمر، يعني في الزنقه. وحاجه يعني وحده نوصيكم عليها، الا حمرتو ما تكبوش في شي حاجه، شي اناء يعني ديال البلاستيك ولا غيدوب ليكم، كبوه في شي حاجه اللي ما كدوبش. واسهل حاجه انك تحمري في الكوكوت. وبالنسبه لي انا حمرت 2 كيلو، درت كيلو المره الاولى حمرتها، وكيلو المره الثانيه هذا كيلو، وكيلو الاخر درته في اناء اخر. المهم البنات هاد الطريقه راه احسن، يعني احسن من الفران، احسن من الفران ديال الدار. او المهم بالنسبه اللي ما كيحمروا في الدار يحمروا في الكوكوت. وشكرا لكم البنات على التشجيعات ديالكم، وكنشكر كاع البنات اللي كيشجعوني. وبسلام عليكم، ونلقاكم في ساعه اخرى ان شاء الله.